مدينة حلب تتصدر هذا الترشيح، وبهذا حقيقة نستطيع قول بأنه يأتي في أعقاب انتصارات الجيش العربي السوري في هذه المدينة التي اعتبرت أقدم مدينة في العالم باستفتاءات جرت مؤخرا. هذا الملف حقيقة ملف مهم جدا لسوريا هذه الآونة، سيرتفع علم الجمهورية العربية السورية في أعرق منظمة ثقافية في العالم. نعود لحلب ونقول بأن حلب عمر أبو ريشة وصباح فخري، واليوم كما هو معروف بهذه الأجواء يعني الظروف الصعبة من عدوان واستهداف، استطاعت حلب بفضل أهلها وناسها وثقافتها وتراثها أن تنتصر لنفسها وأن تبدع أيضا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود التي يعني استهدفها. وبالتالي نحن نقول دوما أن حلب ككل سوريا سوف تنتصر، وأنا واثق تماما وقلتها بأن حلب سوف تكون مدينة مبدعة يعني تحصيل حاصل بهالمعنى. هذا حلب كما تعرفون مدينة تستحق كل هذا الاهتمام، لأنها مدينة من قبل من عام 1986 مدرجة على لائحة التراث العالمي، وبالتالي هذه الحيوية لهذه المدينة ولهذا الشعب الذي يضرب جذوره في أعماق التاريخ على هذه الأرض الطيبة يستحق فعلا أن تكون مدينته مدرجة على هذه اللائحة التي أطلقتها اليونسكو عام 2003. طبعا حلب لا تضاهى في الفن الأصيل، التراث القديم الأصيل، الموشحات، القدود من عندنا بعيد، ونحن بنلاحظ أنه أكثر الفنانين وأكثر المطربين كلهم من حلب، تلاقي عندهم يعني شو بيقولوا يعني استعداد للفن. وبعدين حلب عريقة، عراقة عظيمة. قدمت هذه المنطقة حلب كمنطقة اللغة والفكر والإبداع. عندما نتكلم عن الحياة اليومية لا يمكن إلا نتكلم عن الموسيقى والفنون، وفي التاريخ نتكلم عن أبي فراس والمتنبي، نتكلم عن الموشحات، نتكلم عن كل ما يمكن أن نطلق عليه أنه مبدع في نسخ الحياة، فحلب جديرة أن تكون في مقدمة المدن المبدعة. مدينة حلب هي مدينة الإبداع، وفيها إبداع بفنه بحرفيته بصناعته، وهي حاليا تستحق أن تنال هذا اللقب. احنا جايين حتى نشارك أهلنا بسوريا بالمحافظات الثانية احتفالهم فينا، احتفالهم بحلب كمدينة رائعة، مدينة عمرها 12400 سنة قبل الميلاد، فهذا كتير بتستحق حلب وبتستاهل إنه تتكرم وإنه هي تكون مدينة مبدعة. حلب العراقة والأصالة، حلب التاريخ، حلب الصمود، حلب تستحق أن تكون بهذه السنوات الماضية وصمودها التي صمدته وأمهات شهدائها. حلب تعني الأم، تعني كل شيء.